يا الخوص، رجعنا لكم في تي جو جديد ورياكس جديدة. وي باك مع تراك جديد ديال يو بي ميسيو لو بريزيدون. دونك الخوص بلا ما نطول عليكم، راكم عارفين الشعر ديالنا كيف ما دايما، بدون نفاق بدون سطبين اللي تحفظ فمك لا كيتساد. دونك خاص نبداو رياكشن ديالنا مع تراك جديد ديال يو بي مسيو لو بريزيدون. كيف ما كتعرفوا يو بي ديما كيجينا شي موضوع فحال هذا وكيتوش بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال لي سوجي اللي كيهضر فيهم. كنشوف الارتيست الوحيد من راب تيزيت اللي ما تابعش لافاك، ما تابعش ديما لي ستيل اللي كيخرجوا جداد، ديما كيجي كيعطيك تراك فحال فيمينيزم، فحال ذات الرداء الازرق، بحال مسيو لو بريزيدون. جوبونس لي غيكون هنايا باين لو تيم، باين لو تيم، لان كيبان لك فلافيش يو بي كيعطي واحد الرساله للسي تبون ولا شنقريحه، شكون هذاك؟ ما عرفت، لان كيف ما كتعرفوا تبون هو الرئيس الجزائر، وسمحوا لنا على الهضره، ولكن وكاين شنقريحه اللي كيقولوا بزاف ان زعما شنقريحه مول القرارات وداك الشيء كامل. دونك معانا هنا يو بي كيمكن واحد الرساله للرئيس الجزائري، وغنشوفوا شنو غيكون مضمون ديال هذه الرساله وشنو غيقول فيها السي الاخ يو بي. ونبداو مع يو بي التراك في 6 دقائق، وجدوا لي ودنكم مزيان، لان ملي غنبداو ما غنوقفوش، واخا نوقفوا المهم سمعوا مزيان. اوكي، مسيو البريزيدون حاب نهضر معاك، حاب نلحق رسالات ناس موالفات تسمعك، مالا سيد تسمع الهمام هم عليك بعاد، هذا الديسك فيه دقائق ما يدي من وقتك عام. باش نبداو مسيو البريزيدون بمناطق الظل، شفت دراري روحوا للدراسه حفياني زعما غاسمعنا مسيو البريزيدون، ديسك فيها دقائق معدودة، راه ما يديلكش من وقتك عام. نايس نايس نايس، هذا الديسك فيه دقائق ما يدي من وقتك عام. باش نبداو مسيو البريزيدون بمناطق الظل، شفت دراري روحوا للدراسة حفيانين في البرد، شفت الناس بلا كاس بلا طرقان حتى حرت، ياك انت ولي الامر ربك يسألك واش درت. احنا من الشعب الكادح اللي سمعنا، ياك انت ولي الامر وربي يسألك واش درت. سمعتوا الميتافور كيفاش عاملة؟ سمعتوا يلي عنده شي مسؤولية، يلي عنده شي ريسبونسابيلتي على عباد الله راه غتحاسب عليها، وبلا ما نفكروكم ستار واعر بزاف. ياك انت ولي الامر ربك يسالك واش درت. حنا من الشعب الكادح اللي سمعناك هضرت، فركة لازم تسمع لنا وصبر كيما عليك صبر. انت اللي قلت عندنا احسن منظومه صحيه في افريقيا، وانا نقول لك باللي الناس راهي تموت بابسط مرض. نعطيك مثال، انا من بلاصه داخليه، انت اللي قلت لنا باللي عندنا احسن منظومه صحيه في افريقيا، وانا كنقول لك باللي راه الناس كتموت تما في القفص ولا ما عارف فين كتموت. راه لان شوف باش تعرف الحال ديال اي بلاد كيف ما كانت في العالم كامل، كنشوفوا ثلاثه ديال القطاعات: الصحه، التعليم، الديني. بالاخر لان هاد ثلاثه القطاعات هما اللي حنا كمسلمين كنهضر على كمسلمين يعني كيحكموا على البلاد كيفاش غتكون، فهمت؟ عندنا المنظومة صحية كارثية في الأرياف، زيد نقص الأطباء والعتاد الطبي، هذه هي وراح نعطيك المعطيات وبلا ما نحلف. أبر أرجي في كل الولايات ما كاش التنمية، خلونا من المركزية ديروا حاجة أليزي. الهضرة السهلة على المنظومة الصحية، كيما تشوف شعباد يعيطوا من الألم ما كاش أنستيزي. مسيو البريزيدون عندي صاحبي طبيب حرك، كان حابي يدير خدمته وتخذل شحال مخطرة. مسيو البريزيدون عندي صاحبي طبيب وحرك، يعني شوف صاحبي ولا طبيب ما لقاش خدمه ولا ما لقاش يعني يدخل بلاصه من غير باك صاحبي في عمل ولا شي حاجه، يعني كاين فساد في المنظومه كامله صدق حرك. واش سمعتي الميتافور على وقع عند هذه الهضره هذه، ان عندي صاحبي الطبيب حرك ديب. البريزيدون عندي صاحبي طبيب حرك، كان حاب يدير خدمته وتخذل شحال مخطره. مسيو البريزيدون هذا الشعب مرق، نهار اللي مرضت نتايا شويه وداوك داوي برا. سيد الرئيس خطرات نحب نسقسيك كيف راك عايش معانا، هذا الشعب اللي عانى ما لقى حتى اعانه، راهي اللور الف سنه عليها اللي هضرت انا. الشعب اللي عانى ما لقى حتى شي اعانه،
دابا رايحة 1000 سنة. واو، على لي جو دمو اللي كنحماقوا عليه، ولكن الجو دمو كاينين في المعقول دابا، في الكلام اللي كيتقال لمسيو لو بريزيدون. قبل انا ملقى حتى اعانه، راهي اللور 1000 سنة عليها اللي هضرت انا، تاير راهي امانه وكاع لي جون فيك. وانا مسيو البريزيدون من حقك ترفع الدعم، بصح دير انتاج ما تتفرجش فينا، دينار طايح كلش ولا علينا، صيد الرايش دير مزيه وكمل لنا دفينا. مسيو البريزيدون ما تشكيش من الفساد، ماشي حتى نقول لك باللي انت اللي لازم تنحيه، ودير رقابه لعلاك وعساك، لازم قانون رضعي هكا المال العام اللي تحميه. يوبي 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 غيخرج على راسو بهاد التراك سبونس، لان هادشي كامل صحيح وكيتقال، ولكني واحد بلامباكت ديال يوبي ارتيست كبير بحال يوبي الله يحفظ يقدروا يطراولو بلانات بسبب تراكات بحال هادو. البوبليك خصكم هنا تسيبورتيو الارتيست 100%، لان يوبي حاليا كيضرب اسم ديال الجميع، وملي كتضرب اسم الجميع راه ماشي في الجزائر، راه في المغرب، راه في كل شيء. دونك خصنا الناس ما تكونش منقسمه في هادشي هذا، واخا تعيا شوف ما تطير وتسمع للراب والدريل وداكشي كامل، كيبقى هذا هو الراب اللي كتحس به قريب ليك، ولان الحال ديالنا كاملين بلا ما نكذبوا على الله، الحال ديالنا كاملين هو هذا كمغرب عربي، هذا هو الحال. في بلاد ما كاش لي حاسب فيها واحد يرمي كاغط برا، برك يضرب في الامور الكبار، سيد الرايس المنظر راه باشع برا، يكلي يبني ما يلبس والباقي ما عندوش اصلا دار. مسيو البريزيدون دير رقابه على المقاولين المتطاولين، ربي عالم واش كلاو. مسيو البريزيدون دير رقابه على المساومين المتآمرين، هذو جيب الشعب خلاو. مسيو البريزيدون هذ البلاد لازم تتنظف، مسيو البريزيدون انت يا ثاني راك موظف. مسيو البريزيدون راهي واعره شتا وصيف، مسيو البريزيدون سي تمشي في الرصيف، وبلا ما نقول لك باللي الشباب غرق في البطاله، كي تمدلو خدمة تاع مليون من حقه يقول لك لا لا، وزيد البلاد راهي تخسر في شبابها في عفن. بغيت نعرف انا شحال هي مليون، مليون دينار جزائري، لان ديما كنسمع في الجزائر كيقولوا مليون جوج ثلاثه، احنا مليون عندنا درهم ماشي هي مليون درهم ديال اون فيت، مليون سنتيم هذيك، ولكن نقول لك مثلا 1000 درهم ديالنا هي 100 دولار، 10000 درهم هي 10000 دولار، 100000 درهم هي 100000 دولار، مليون درهم هي 1 مليون دولار، مليون درهم ديالنا هي 1 مليون دولار، باين الحساب زعما. نتوما مليون دينار ديالكم شحال كتساوي؟ بغيت نعرف بالدرهم ولا بالدولار، المهم خليوها لي في كومونتير باش نعرف، انني باغي نعرف العملة ديالكم شحال كتساوي بالضبط. من الهجرة سيد منع اسبابها، سيد الرايس انا واحد ما لقيتش حلول، نديرو حساب خفيف ما نخلوش الانتظار، واحد لي يخلص 4 ملايين في الشهر لازم له 20 عام على الاقل باش يقدر يشري دار. مسيو البريزيدون لي طاي كريتيك، باش تسلك البلاد لازم دكات يا اخر اللي كيشد، يعني واحد لاصوم قليله في الشهر لازم له 20 عام باش يشري دار، لان فري فري. شوف الا نهضروا لوجيكمون، شكون اللي كيتفرج في اندرو تيت؟ كتعرفوا اندرو تيت راه دابا مشدود في الحبس، واحد من المفكرين اللي يعني اللي كيخرج خارج الصندوق وكي كيمشي بعيد في التفكير ديالو، وعارف هذا السيستم هذا ديال كيفاش انك سيستم يعني ديال العمل ديال الاندستري، كيفاش انك خصك تخلي الناس فواحد المنظومه، تقريهم نفس القرايه، تخرجهم بنفس لي فيليير باش يدخلوا في شي خدامه اللي نفس كيرجعوا كيشبهوا لبعضياتهم، تلبسهم نفس اليونيفورم باش يرجعوا كيتشابهوا، يبقاو ديما في المنظومه، يبقاو ديما كيفكروا في وسط الصندوق، في وسط الكونفورت زون ديالو، يبقاو ديما انهم محتاجين داك العمل اللي فيه قليل جوج فرانك باش انهم يحلموا في بالهم باللي غنعملوا شي حاجه، واخا هي صعيب بزاف وما كتصدقش لكل شيء، لان بديك الفلوس ديال العمل كتلقى راسك عاد كتاكل وكتلبس وكتعاود تبدا شهر جديد وتبدا شهر جديد وتبدا شهر جديد. دونك اللي كيفكر خارج الصندوق واللي كيفكر خارج هذه المنظومه اللي مديوره هذه الاستركتور هذه، هو اللي يقدر يعمل شي حاجه كالفن كيوتيوب كتعمل شي حاجه في بلادك. دونك حاولوا الخوت تفرجوا في اندرو تيت وتفهموني مزيان، وحاولوا تفكروا خارج الصندوق باش تقدروا انكم تلحقوا شي حاجه ولا تعملوا شي حاجه اللي سبيسيال، ماشي بحال كلشي وما تكونوش كتشبهوا لكلشي. اعتراف ليكونومي، مسيو البريزيدون هذي بلاد زراعية والبطالة كلاد الشباب اللي قراو لاكرونومي. سيد الرايس القانون غير علينا اللي صالط، جابو نصوص فرنسية ترجموها بالغلط. مسيو البريزيدون الجزائري راهو حاصل، فوق هذا الشي مازال الشيوخ حاكمين المناصب. مسيو البريزيدون حنا خصنا حسن الإدارة، كاين جامعات ولات كيما بيوت الدعارة. سيد الرايس جامعات ولاو كي بيوت الدعارة، شوف الواقع الاليم اللي كنشوفه، طلعوا لافاك شوفوا الناس اللي كتقرا في الجامعات وغتشوفوا هاد المناظر هادو، لان الجامعات ولات كيبيوز الدعاره، وهادشي انا كنشوفه بعيني زعما
زعما واحد الكلام اللي كيقول انه يوبي كبير وكبير بزاف، كبير يعني تعالى انه يكون راب، هذا راه شي حاجه كبيره فهمتي، ماشي غير مابقاتش التراك ديال الراب، بقى رجعت شي حاجه كبيره. كان سمعت شي اللي كيقول يوبي كعب لا اناره، كثروا لي الدروغ واللي بيعوا باش يديروا شكاره، زيد الرايس كلش فاست كلش راه ليميتي، زيد الرايس هذا واقع ما تقدر تفيتي، زيد الرايس الشباب كاع راه حابكيتي نايس. بلا ما نحكوا على التعليم راه مريض، ذراري عندهم لا شارج والكرطاب جا عريض، وكي يكبر ما عندناش باش نداولوا ظهره، اذا كمل القرايه وما خرجناش طريق. الاخر كيمشي للمدرسه كيبقاو يشارجيو له في الكتوبه، وشري هادي وشري هادي، كيبقى هاي الشكاره ديال كارطابل ثقيله بزاف، و تكيعوج له ظهره، وعاد ملي كيكبر خصو يزيد يكمل قرايته ويقلب على خدمه، وغيزيد يعوج له ظهره وراسه ورجله. دونك حال صعيب، حال صعيب. علاش قلت لكم خصكم تفكروا خارج المنظومه، ما تفكروش انكم تكونوا في حال كلشي، ما تخليش اي واحد يابليك عليك شي حاجه الا لو كنتي محتاجه، عاد خليه يابليك عليك واحد الحاجه، اما لا عندك عقلك فكر خارج الصندوق وتقدر تعمل اي حاجه ديالك سبيسيال. سيد الرايس دير عليا انا غير شاب يافع، نهار اللي تتكاس البلاد انا اللي نقابل ندافع، انا هو لا ريسورس انا من الجيل صاعد، انا من الجور اللي ما يروحش يبقى سكاره قاعد، انا من الجيل اللي امن بالتخيير، بيدابور لازم انتوما اللي تخلونا نغيروا، هاوليكم الحكم حنا يدينا غير التعبير، انا حابين نبنوا البلاد ماناش حابين نسيروا. مسيو البريزيدون افتح باب الاستثمار، نحي لا باباس قتلتنا البيروقراطيه والسيستم 51 49، عطى البلاد للراس جيب شركات خلينا نتعلموا شويه، خلب الناس اللي عندها مستويات راهي تهرب من البلاد باسكو هنا ما لقاش واش يدير، والمشكل الكبير ما يحبسش هنايا سيد الرايس، راهم عند فرنسا ويطلعوا لها في البي بي، اهبط برا سيد الرايس تشوف كلش حابس، لا جوناس بالمخدرات دخلت زنقت العبال. صراحة صراحة تراك خطير وبزاف، انا قلت لكم تراك كبير على انه يكون تراك راب هذا وصافي، يعني كاسون وصافي ديال الراب، لا هذا راه واقع معاش، واقع خصو يتشاف، واقع خصو يعني دا حلول، وخصو يكونوا عنده ناس اللي كيفهموا هادشي هذا، لان هاد التراك ديال مسيو لو بريزيدون راه فيه واحد لا دولور كيغني بها يوبي اللي فهمتي، ما يحسوا بها غير ولاد الشعب واللي عايشين هاد الظروف هادو ديال الخدمه، ديال الفرص الشغل ما كاينينش، ديال الناس كتخلص بالقليل وكتضرب ساعات كثيره في العمل، دونك يحسوا بها غير هاد الناس. تزيد بالاضعاف باسكو لا جوناس ما لحقتش اصلا باش دير الحلال، مسيو البريزيدون احنا اللي ما عندنا احلام، درك هذه حياه وتزيدوا تسالونا فيها عام، كملي الوضعيه ندي حقي ندير الواجب حتى باش ننتخب، سامحني مانيش واجد، وما انا من الفساد تخاف كامل لي طومان، والاداره مازالت بورق كي وقت الرومان، زيد الرايس اذا بقات هكا الحاله فات البلاد، ما اذا نحيت البوبر يبداو يروحوا عمان، زيد الرايس ما نغطوش بلاد، ما اذا نحيت البوبر يبداو يروحوا عمان، زيد الرايس ما نغطوش الشمس بالغربال، قولنا صح وخلينا نبكوم عليه، زيد الرايس دوام الحال من المحال، اذا ما لحقكش الواقع سي انت يا تلحق ليه، ولو كان الدوم راهي دامت للي قبلك مسيو البريزيدون معليش نفكر، لو كان الدوم راهي كو كان دامت للي قبلك، يعني ديك البلاصه ديال الرئاسه يعني غتحاسب عليها، أي واحد مسؤول، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، أي واحد عنده حق الرعية ومسؤول عليها خصو يوفر له بزاف الحاجات على الأقل أنه يعمل اللي في جهده، واخا حنا كنقولوا ديك الشيء ما غيكونش غيتحققش في عام ولا جوج ولا ثلاثة، المهم أنك تشوف محاولات التغيير، تشوف يعني ديك الشيء خصنا نشوفه ملموس، أن أي واحد كيف ما كتعرفوا كيتشد شي منصب كيبقى يهضر يهضر يهضر، شوف فين ما مشيتي في العالم كامل، لا عندنا لا عندكم لا كل شيء، كل شيء كيهضر ولكن التطبيق ما كاينش. دقيقة راه جاي النهار اللي تهبط فيه القبرك، تقدر تقول لي اليوم وين راهو بوتفليقة مسيو البريزيدون، تقدر تقول لي اليوم وين راهو بوتفليقة، فين مشى، راه كان مشلل الذنوب ديال الناس على الرقبة ديالو وداكشي كامل، وجبد له واحد السطر اللي باسل بزاف هنايا، بيك على الرئيس يو بي بيك على الرئيس كراس الرئيس الجزائري بوحدو، هادشي هذا بوحدو. ما راحش تحبس هنا، اذا ما داونيش راح نزيد نكتب لك بزاف، يغضني الحال على البلاد هلكتنا المحنه، راني نكتب دمي فاير وغالبني زعاف، حسينا بلي يوبي كيكسب بلي دمه فاير، انا قلت لكم كيكسب واحد لا دولور، يعني الا جينا نهضروا راه يوبي راه مصوفي كارتيست، راه كيعمل واحد الحاجه ديالو، عنده شين دي يوتيوب طالعه لعيبات ستريمين كلشي، راه كيدخل فلوس راه مصوفي، راه كيهضر دابا باصوات الناس اللي ما عندهمش الصوت،
فهمتوا كيفاش؟ يعني راه يوبي مصوفي دونك تراكات فحال هادو خصنا يطلعوا بزاف. راح تسمعني ولا لا؟ لا انا كيما كاع الشعب راني نهضر بالديزيسبوار. زيد الرايس هايبر نقول لك حاجه، حنا يا جيل ماشي سهل، حنا اللي نكتبوا ليستوار. او الله يرحم يا مات لي رابر كان يقدر يعطيك. الله يرحم يا مات لي الرابر كان يقدر يهضر. اه يا وصلنا ليامات الرابر ما بقاش كاع يهضر، ولا كان يهضر ولا يهضر على حاجات اللي تافهه وفارغه. شار اوت و فاكتس هضره كاينه بين وبين الموت شبر فيما كنجي نصفق كيقول شي نوطه بارك. خلينا نصفقوا على يوبي. انا تراكي السهل بزاف، تراك واعر بزاف، هذا ما كان الخوت نكملوا لان باقي يقول شي حاجه. اوكي سيت انا اوترو. هذا ما كان تراك كان واعر بزاف، تراك اللي كيف ما كتعرفوا يوبي واحد لي ريسيست اللي ستيلو ديالو خطير بزاف وكيكتب به مزيان. ويوبي هادو هما لي تيم اللي كيصرعهم. انا كنشوف يوبي يعني من كاتيجوري ديال لي زارتيست راه كيعرف يعمل لي ستيل كاملين، هادي حاجه مفروغ منها. ولكن الحاجه اللي كان تقول يوبي كيطيحوا في بالي اول تراكات هما هاد لي تيم فحال هادو، لانه كيصرعهم كيعمل 5 دقائق 6 دقائق فيهم، كيكتب فيهم مزيان يعني ماشي ستيلو ديالو خاوي. وهيدي 6 دقائق تلقى راه نقص من التراك، راه باقي عنده ما يقول وقيله في الليريكس. دونك هذا ما كان الخوت ساقين بدون نفاق بدون تطبيل. الارتورك واعر، كلشي واعر، 9.5/10 التراكات ما يستاهلوش شي حاجه اقل من 9 ولا 9.5/10. هذا ما كان الخوت. خليو لايك ولا كومونتير ديالكم كيف جاكم التراك ديال يوبي مسيو لو بريزيدون. راكم عارفين الشعر ديالنا بدون نفاق بدون تطبيل اللي طاح في مك لا كيتاكل. اللي طاح في مك لا كيتاكل، اللي طاح في مك لا كيتاكل، اللي طاح في مك لا كيتاكل.